موقع الميدان. طبعا كل من نادي الدوري منتخب مصر تحقيق الفوز على منتخب غينيا وتاكيد تاهله لمنتخباتهم افريقيا. سؤال يتعلق بلاعبي الاهلي، تم اختيار 8 لاعبين من لاعبي الاهلي هيشارك يوم 11 مع الاهلي في ماتش صعب ومهم في نهائي دوري ابطال افريقيا. هل نتيجه الماتش او اداء اللاعبين الاهلي في الماتش هيبقى مؤثر على مشاركتهم مع منتخب مصر في مباراه غينيا؟ شكرا. Isso vem de encontro àquilo que nós começamos aqui a falar no dia 14. Mas, Bardo, o pessoal está متعلق بشكل جديد جدا بالنقطة اللي احنا اتكلمنا عليها، هو ان ازاي المباراة تحدد يوم 14؟ قال ان سيدات فازين جوجا 14 ايه الغرض من ان احنا او ان المباراة تكون يوم 14؟ ودين فازين سجور 15 حتى 20 قلنا ممكن نعمل مباراة 15 16 لحد يوم 20. Os jogadores vêm se ganharem, vêm felizes, pode ser coisas boas, pode ter coisas más. Se perderem, pode ter coisas boas, pode ter coisas más. Mas qual é a necessidade de estar-se a correr este risco? Bem, isto em termos de programação. Agora, eu sou selecionador do Egito e eu escolho os melhores. E entendo que os melhores para essa altura são estes. انا اول حاجه يعني كوني مدرب منتخب مصر ثلاث ابطال افضل العناصر بالنسبه لي، افضل العناصر اللي موجوده هم دول اللي انا كتبتهم. بس في نقطه برضه، يعني ان اللاعبين دلوقتي هيلعبوا المباراه يوم 11، ممكن اللاعبين لو كسبت يجي معانا يا اما برد فعل كويس او رد فعل سيء. ممكن لو اللاعبين خسرت يجي معانا برضه برد فعل كويس او رد فعل سيء، احنا ما نعرفش. بس ايه الضروره تبقى المباراه يوم 14؟ Já vamos com 28 para estarmos preparados para qualquer eventualidade que haja para ter os dois jogos preenchidos. يعني انا دلوقتي حاطط الليسته 28 لاعب عشان مش ضامن ايه اللي هيحصل او ايه النتائج اللي هتكون قدامي عشان اقدر اعمل لها مباراتين، مباراه 14 ومباراه 13. اتفضل يا يوسف. Os nossos departamentos médicos estão em contato e que está a treinar normalmente e portanto é daqueles riscos que vamos ver até depois do jogo o que é que vai acontecer. Mas entendi que fazia sentido, até porque temos muitos jogadores, alguns jogadores experientes, um bocadinho afastados, e entendi que fazia sentido estar connosco. بص، هو طبعا احنا في توافق عندنا وفي اتصال تاني ما بين الاجهزه الطبيه عندنا وما بين الانديه، واللي احنا نعرفه انها اللاعب محمد الشناوي دلوقتي يعني يمكن بيأدي التمارين واداءه كويس، ويمكن طبعا القرار زي ما قلت يبقى فيه جزء من البطوله، ولكن احنا مكملين فيه الى المباراه، لان اللاعبين اللي هم ذو خبره ويكون وجودهم مهم مع المنتخب دول برضه اكيد ما ينفعش ان احنا نبعدهم عن المنتخب.